السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار، غبرت عليكم بزاف بالفيديوهات. شحال هذه ما حطيت شي فيديو لانني كنت في عطله، كنت مسافره. انا الصراحه توحشت نحط فيديوهات، توحشت نهضر معاكم. نتمنى انكم تكونوا نتوما كتقضيو العطله ديالكم في احسن الاحوال. كي دايرين بعدا مع شي صهد وشي حراره؟ حنا عندنا الموت، الحراره المعنى الحقيقي ديال فوق الشوايه هي هادي. انا جيت لواحد المدينه اللي هي زوينه، معروفه بالبحر ديالها، مدينه سياحيه كيجيو ليها الناس من كل بلاصه، ولي توريست وحتى الجاليه المقيمه بدول اخرى تهما فضلوا انهم يقضوا العطله ديالهم الصيفيه في هاد البلاصه هادي اللي هي في النواحي ديال اليكانتي. طوريبيخا، البحر ديال طوريبيخا معروفه بالبحر ديالها الرائع. هنايا بديت معكم اولا بجوله في هاد الدار، بغيت نتقاسمها معكم. هذه هي الدويره اللي كريت، فيها لابيسين، فيها واحد البالكون كيطل على لابيسين، واحد الراحه نفسيه روعه ما نقولش لكم. ملي كديري واحد الكريسي وتشربي واحد الكويس القهوه هنايا، يا سلام. واحد زعما شنقول لكم، المنظر رائع واحساس جميل جدا كنتمناه لاي واحد. هذه هي الدويره اللي كريت، قلت نتقاسمها معكم. حنا يلاه في هذه الساعه كنا يلاه دخلنا، باقي ما علقتش حوايجي، باقي كاع ما ستفت حوايجي، باقي الحوايج في الماليطاس والسيكار، باقي ما فرشتش الفراش ديالي لانني جبت الغطاء ديالنا وجبت كل شيء ديالنا باش ما نعسوش لهاد الفراش. هذا واحد الشريجم، هذا البيت ديالي، وهذا واحد الشريجم حتى هو كيطل على لابيسين. زعما صراحه زوينه، وكاين حتى فين يلعبوا الدراري لتحت مثلا الكره ولا التنس. لابيسين في هاد الساعه كتكون مسدوده، يعني كتحل من 10 ديال الصباح للثلاثة، وكتسد من 3 ل 5، في 5 عاوتاني كتحل وكتعاود تسد حتى ل 9 الليل. هنايا هذيك اللي شفتو معايا في الاول الكويزينه، وفيها طواليت حمام، وهذا البيت ديال الدراري حتى هو فيه هاد الكوادروس ديال الدراري الصغار، زويون في الصراحه. باقي ما فرشتش الكامد ولدي وديكشي، باقي ما فرشت حتى شي حاجه، باقي ما جبتش، باقي الحوايج كما قلت لكم في السيكان، باقي كما وصلنا. وقلت ندير معكم هذه الجوله في هاد الدار بعد اول حاجه. وهنايا هبطت مع ولدي لابيسين شي شويه، ما يمكنش يشوف الماء وما يتخشاش فيه وما يهبطش. ضروري قال لك نهبطوا لابيسين على ما نمشيو للبحر. المهم هو كيلعب غير بوحديتو، كانت باقا خاويه باقيه الله حلات مع الخمسه، وهبطنا ودابا جينا للبحر. صراحه مدينه رائعه، معروفه بالبحر ديالها الزوين طوريبيخا، معروفه هذا العام كانت عامره بزاف، حتى بالجاليه المغربيه اللي ما هبطوش للمغرب، اللي كاينين في فرنسا وبلجيكا وهولندا من كل النواحي جاو لهنايا. فيها قهوه غزالين ديال ايلادو ديال لي كريب، وديك الشيء ديك الشيء روعه، عندها واحد الكورنيش غزال كيفكرك غير في المغرب، واخا ما هبطناش للمغرب هذا العام، وبقات فينا داك الحرقه في الصراحه ديال اننا ما شفناش الوالدين ديالنا. ولكن ضروري كان خصنا نبدلوا الروتين، نمشيو لشي بلاصه اللي فيها البحر، نشموا بعد على الاقل ريحه البلاد وريحه البحر. ومهم اختارينا هاد البلاصه وما ندمناش الشراء صراحه. كنصحكم زعما اللي بغى يدوز العطله ديالو زوينه يجي لطوريبيخا. عندك طوريبيخا وبينيدورم مشهورين بزاف في اسبانيا، وكانت عامره في الصراحه بالناس ومناظر روعه، والبحر كيحمق كيحمق كيحمق، زعما بردنا داك الحرقه ديال المغرب اللي ما هبطنالوش. واخا المغرب ما كيعوضو حتى شي حاجه، ولكن على الاقل انسان ضروري خصو يجدد طاقه جديده وطاقه ايجابيه باش يبدا عاود واحد العام اللي كيكون كله يعني الصراع وجري عليا نجري عليكم، دراسه ديال الدراري وحفاظه وهادي وهادي وهادي. ضروري خاص النفسيه ديال الانسان ترتاح في الصيف شي شويه ولو غير مده قصيره. مهم يحيد الانسان داك القنط، هاد القصر غزال دار واحد الراجل وكيتصوروا معاه الناس، داروا غير بالرمله. مهم كما قلت لكم جينا لهنايا وما ندمناش، عجبنا الجو غزال، المنظر غزال، كل شيء غزال. كملوا معايا الفيديو حتى النهايه، وهكا باش تستافدوا وتاخذوا فكره. واللي بغى يدوز العطله ديالو في هذه المدينه لمالا، مدينه كبيره، راه كبيره في الصراحه ورائعه وقريبه لاليكانتي. وكنا كنمشيو لبلايص اخرين واخا حنا في طوريبيخا، ولكن كنمشيو لاليكانتي، نمشيو لهنا نمشيو لهنا. المهم دوزنا واحد الايامات اللي هي روعه في الصراحه، وحتى الدار عجبتنا بزاف، ومول الدار الله يعمرها سلعه.
وهنايا كندير لكم لقطات، راه ماشي غير نهار واحد، بما انه نفس البحر هذا، فكل نهار كنصور القطه، كل نهار كنصور حاجه. وباقي جايين بزاف الفلوغات، غير تبعوا معايا الفلوغات ديال السفر ديالي، كل نهار نحط فلوغ جديد في الليل كذلك، منظر رائع وحاجه اخرى. عاوتاني تقولي غير المغرب والناس في الكورنيش جالسين، بالاخص المغاربه وديك يعني الناس اللي مفرشين كيبيعوا في الارض، المهم ديك الشيء الزوين، لومبيونس غزاله، لافوار كتحمق في الليل. باقي غندير لكم فلوغات اخرين وتشوفوا معايا وتاخذوا فكره. المهم نتمنى ان الفلوغ اليوم ينال الاعجاب ديالكم، انكم تشوفوه حتى النهايه وتستفدوا منه بطبيعه الحال. بغيت غير نقول لكم بان ملي كنا واقفين في ديك الطريقه هكا، ملي وصلنا وقفنا فيها، كنبقاو نتسناو النوبه ديالنا حتى كتخوى البلاصه. داكشي عندهم جدا منظم، حتى كتخوى لك البلاصه ديالك، كل واحد بالبلاصه ديالو، الكارو ديالو هكا قاسمين البحر بالحبوله، الا كتشوفوا معايا الحبوله في الارض، كل واحد عاطين المساحه ديالو والمربع ديالو اللي يجلس فيه. ما تدخل عند حد، ما يدخل عندك حد. ملي كتمشى كتمشى في الباسيوس، يعني في ديك البلاصه اللي فارغه، وملي كتجي كيكون الا كانوا البلايص كلهم عامرين ضروري كتسنى شي شويه حتى كتخوى. دابا بما ان العشيه كاينين البلايص، اما الا جيتي في الصباح خصك تجي في الصباح بكري، سينو راه خصك تبقى تسنى في واحد الصف كيكون طويل. دابا ها شوفوا هما عطاونا البلاصه، كتسنى في واحد الصف اللي يكون طويل جدا، وكتبقى تسنى النوبه بزاف الوقت حتى كتخوى بلاصتك. عاد كيعيطوا لك كيقولوا لك اجي ادخل، عاد كيسمحوا لك ان تدخل. داكشي منظم بزاف، وداكشي يعني عندهم نظام وعندهم الدخول بالوقت مع هادشي الكورونا، وقاسمين كل واحد في بلايصتو. داكشي عندهم روعه في الصراحه، منظم، وهذا على خلاف بعض البحورين اللي لا، كيما بغيتي جلس جلس، ولكن هذا لا منظم بزاف. وباش عجبني هاد البحر، دايرين هادوك ديال لي دوش، وفين كتغسلي رجلك والمسائل ديالك في كل بلاصه في الصراحه، ما تحرفلكش كاع حتى البحور الاخرين فيهم، ولكن هنا بكثره. والبحر كبير ومقسم، كاين مرابيرتو يعني اللي كيكون مفتوح كبير، كاين هكا اللي كيكونوا مقسمين هما هكا غير صغيورين. وشوفوا هنايا هاد الكريسيات، بغيت نوريهم لكم كيديروهم بالنسبه للناس اللي كبار، ولا اللي بغى يجلس هكا في وسط الماء. كاين حتى شي حدايد هكا كيلعبوا فيهم، كيدخلوا فيهم الدراري. كاين هاد الكراسة كما قلت لكم، ومدرقين من الفوق بحال شي مضل، شتو الدراقه، كتجلس ما كتضربكش الشمس ورجيلاتك في الماء ولا تفزك غير نصك، يعني دايرينهم زوينين اللي بغى يجلس فيهم، بالاخص الناس اللي كبار ما كيقدروش يبقاو واقفين بزاف، ولا هذا كيجلسوا هنايا ويتمنظروا ويتبردوا في نفس الوقت. وزعما صراحه البحر منظم بزاف وكبير بزاف، كل بلاصه مقسمينها، وكل جهه بغيتي تدخلي لها خصك تشدي الصف وتشدي النوبه ديالك حتى تخوى لك بليصه. مقسمين داكشي ومنظمينو مزيان، الدراري الصغار غير خوبينيس، غير لي جون خدامين تما، وداكشي منظمين الحاله. المهم هنايا كنغسلوا المسائل ديالنا باش غادي نطلعوا بحالنا، وكنغسلوا رجلينا من الرمله، ايوا صافي. نتمنى ان
الفلوغ يعجبكم، وتابعوني في فلوغات اخرين مور هذا ان شاء الله. باقي عندي فلوغات بزاف، وكاين المزيد، وكاين بزاف ما يتشاف. وهنايا بطبيعة الحال جالسة في البالكون كنتفرج في ولدي كيلعب لتحت في لابيسين. بعض المرات كنصيفطو غير بوحدو، لأن يا إما كيمشي قبل ما نمشيو للبحر، ولا ملي كنرجعو من البحر ضروري ما يهبط واحد الهبطة لابيسين، المهم مخصوش يخرج من الماء. وأنا بطبيعة الحال كنبقى في البالكون كنتفرج فيه، نشرب قهيوة ولا أتاي، واحد الجو رائع وما تقنطيش كاع. ملي كنعكز نهبط معاه كنبقى في البالكون.